الفريق لمباراة النجم الساحلي بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية الساعة 9 مساء على ملعب رادس الساعة 9 بتوقيت القاهرة بإذن الله. يعني المباراة طبعا غاية في الأهمية زي ما حضراتكم عارفين، لكن في بعض الأخبار اللي معانا، يعني مثلا السيد نبيل حبشي سفير مصر في تونس قال أو كان ليه تصريحات النهاردة، الأهلي نموذج مشرف وأتوقع فوزه على النجم الساحلي. هو الراجل اتكلم يعني في حتة إن دايما لعبة النادي الأهلي في أي رحلة لتونس أو حاجة بنشوف فيهم الالتزام والانضباط بشكل كبير، والصورة المشرفة اللي دايما بيظهروا بها بتبقى حاجة جيدة للغاية. كمان هو توقع فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي، يا رب بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله يحصل. والفوز ده بيتوقعه من خلال تصريحاته وبناء على المستوى المميز اللي ظهر به النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت مع مستر ريني فايلر. كمان الدكتور مهند مجدي رئيس بعثة النادي الأهلي في تونس بيهدي درع الأهلي للسفير المصري في تونس، ونقل كمان تحيات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي طبعا رئيس البعثة وجه الشكر للسفير نبيل الحبشي اللي في الحقيقة عمل جهد كبير جدا هو طاقم السفارة المصرية في تونس، بخصوص طبعا استضافة بعثة النادي الأهلي وفيما يتعلق بمقر الإقامة وفيما يتعلق بعدد كبير جدا من الأمور وملاعب التدريبات وكل هذه الأمور اللي بتخص الفريق في رحلته لتونس. السفير المصري كمان بيرسل تحية بدوره للكابتن محمود الخطيب، ويعني تبقى أمور مميزة وعلاقات مميزة جدا في الحقيقة. والسفارة المصرية في أي مكان يعني في أي دولة الناس بتقوم بواجبها على أكمل وجه. الأهلي كمان بيخوض النهاردة مرانه الثاني، احنا عارفين بعد ما الفريق وصل امبارح كان عنده مران في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وكان المران الأول كان في بعض الجوانب الاستشفائية وبعض التدريبات البسيطة بالنسبة للفريق. النهاردة مران مهم جدا ويعتبر هو ده المران الرئيسي بالنسبة للنادي الأهلي اللي هيركز عليه أو يركز فيه مستر فايلر في بعض الجوانب الهامة جدا، والمران هيكون أيضا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. بالمناسبة المران ده هيحضره السفير المصري في تونس بعد ما الظروف ما سمحتلوش انه يحضر مران الامس، لكن هو مصر ان هو يكون متواجد النهاردة عشان يؤازر الفريق معنويا. بكرة طبعا المران الرئيسي هيكون في استاد رادس اللي هيستضيف المباراة، وهيكون في نفس موعد المباراة، يعني التمرين هيبقى الساعة 8 بتوقيت تونس 9 بتوقيت مصر، هو نفس ميعاد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في ملعب رادس بإذن الله يوم الخميس أو عفوا يوم الجمعة المقبل. 500 مشجع هيأزروا النادي الأهلي، 500 مشجع أهلاوية هيأزروا النادي الأهلي في مباراة النجم في ملعب رادس، وهيكون الدخول بخلال أو من خلال جواز السفر، وده شيء مهم جدا. ودايما العلاقات ما بين مصر وتونس وما بين الشعب المصري والشعب التونسي اكثر من رائعه، ودايما بيتم ازاله كل العقبات اللي ممكن تواجه اي فرد هناك من المصريين في الحقيقه، وده المجهود ايضا اللي ينسب لسفاره مصر في تونس.